بابا عيال خالتي كلهم جايبين العاب، هات فلوس نجيب العاب زيهم. معلش يا بابا، مش معنى احنا مرتبي كله ما بيكفيناش، اجيب لكم منين؟ معلش يا بابا، مش معنى عيال خالتي. طيب ايه يا بابا اللي هيجيب لنا العاب؟ مش معنى عيال خالتي. خلاص خلاص ما تعيطوش، هديكم انا كل واحد 20 جنيه. يلا قولي لي بقى هجيبوا ايه بالفلوس ديت؟ انا هجيب نضاره، وانا هجيب بتاعه البلالين. خلاص روحوا هاتوا وروني الالعاب اللي هتجيبوها ديت. حاضر يا بابا. انا عايز اعمل اي مصلحه. العيله ثبت. ايه جبنا الالعاب اللي كان نفسنا فيها؟ ايه 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 ده؟ بكام دول؟ 20 جنيه. والله لا تعمل ايه يا بابا؟ مالكم في ايه يا بابا؟ وعد ده وخد مننا العاب، عايزين نعمل ايه؟ تعالى نلعبه. ضربنا يا بابا بالبنيات وشكله قوي، تعالى بابا هات لنا منه الالعاب بتاعنا. بس 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 انا عرفت مين، اكيد الحرامي اللي فوق. اقعدوا انتوا وانا اجيب لكم حقكم. يا ترى بابا يجيب لنا حقنا ولا لا؟ انا نزلت يا اولاد ما تلاتوش، انا هخش اريح شويه. اه بابا شكله اتضرب يا كلونيا.